كيف أنت كمخضرم كيف تشوف الساحة؟ كيف تشوف مستوى الشعر؟ الناس المتلقي تغير ولا لا؟ شوف، المتلقي ما تغير، اللي تغير المقدم، اللي قدم الشعر. نعم نعم، المعطي. فهمت؟ الحين صار كل واحد مجلته أو وسيلته الإعلامية في جيبه، يطلعها يدخل تويتر، سناب شات، يجيب اللي عنده، عادي يجيب غث ولا سمين. فهمت؟ فالمستلقي عجز أنه يسمع الغث، يتحمل الغث علشان يلقى السمين، فصار ينتظر اسماء. إذا شاف الاسم تابع، ولقى اللي هو يبي عند الاسم اللي هو خابره وعارفه. فما جاء، ما زالوا المبدعين موجودين، من الشباب ومن اللي قبلهم وكثير، لكنهم اختلطوا معهم. من الشباب اللي تشوف انه في شيء مختلف؟ والله بالنسبه للشباب، الشباب الحين كثر جدا يعني. لكن انا اتابع اثنين صراحه، يعني اذا سمعت شيء او سمعت ان احد من الاثنين ذا قال شيء جديد، لازم ابحث عنه لين اسمعه. فاذا بتكفرني ما حد يزعل علي. ما يزعلون عليك، وبعدين الواحد ينسى. أنا احب واجد يعني، واتابع واجد. بالنسبه للشباب انا اقصد، ما هم من الشعراء الكبار. عندك فالح الغنامي وحزمي سعد السبيعي، هذول شعراء مبدعين جدا 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 خطير. هذا من جيل الشباب الاخير. جيل شباب، ايه، جيل شباب مبدعين، ابداع مو طبيعي. وفي غيرهم بعد، في شعراء غيرهم وكثر يعني. لكن شعراء صدق بمعنى الكلمه. انا واحد، انا اذا سمعت القصيده الواحد منهم لازم اعيدها كذا مره، سواء منه ولا اقراها. يستاهلون.